بصي، عايزه ارجع معاكي من الاول خالص، مش هنخش على البطولات وكده. مين حببك في الرياضه وليه اخترتي تحديدا كره اليد؟ حبي في الرياضة من وأنا صغيرة خالص يرجع لإخواتي. أنا أخويا كان بيلعب هاندبول، كان حارس مرمى، وأختي كانت بتلعب هاندبول. حبي في رقم 11 جه برضو من إن هي أخدت الرقم بتاع أختي من وأنا صغيرة. من وأنا 6 سنين على طول في الملاعب مع أختي في التمرين، على طول شايفاها في التمرين والماتشات، فحبيت اللعبة دي. حبيت إن أنا عايزة إن أنا ألعب هاندبول. أنا ما لعبتش أي حاجة، يعني ما دخلتش في رياضات تانية خالص. هو من ساعة ما بدأت رياضة كانت هي الهاندبول هي أول حاجة أنا روحتها، يعني عيلة ده رياضية يرجعنا يعني. ما ده يرجعنا الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم عليه النهارده، ان احنا اي اب وام لازم يخلوا اولادهم يحبوا الرياضه ويفهموا ويلعبوا من هم صغيرين، فده دور الاب والام. بالظبط طلعتي لقيتي يعني، اخواتك بيتمرنوا فحبيت فدخلتي انت. الموضوع. حلو، بالظبط يعني، ده جميل ده هم جميل. على طول كانوا اصلا يعني بابايا ومامتي هم على طول في ظهري وبيدعموني يعني، واخواتي طبعا على طول في ظهري وبيدعموني من وانا صغيره، ان هم مسهلين لي موضوع ان انا اقدر اوفق ما بين دراستي من وانا في المدرسه او بعدها في الكليه وما بين الهاندبول. بينظموا لي وقتي على طول، يدعموني نفسيا، على طول معايا في الماتشات. حاليا برضو خطيبي على طول بيدعموني ويشجعوني دايما. انت مخطوبة؟ حلوة ما يعني، شاء الله. حلوة. عندك كام سنة؟ أنا 25. حلو، سن حلو. معقول. سن معقول. سن بس معقول أنا مش قوي. مع البنات تتجوز بدري أو تخطب بدري لا لا بصراحة. تمام، بحب إن ماشيين إحنا إيه ماشيين. نلحق نشم نفسنا يا أستاذة أميرة. كنت فين من زمان نلحق يا نشم. هند؟ ملناش دعوة طبعا كنت بيكي، فين يا أصل هند؟ أميرة اتجوزت يعني، أول ما قالت صباح الخير صباح للدنيا الخير. اتجوزت قلت يعني. صباح الخير، صباح النور، خلفت خلاص الحمد لله. خلاص حلو الحمد لله. الحمد لله.